قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليولنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. السلام عليكم، مساء الخير. والله بكل صراحة يعني ما نقولش حرجتوني، ولكن تلبية لطلب العديد من أبناء وطني الغالي، قررت يعني باش يعني نرد على الأجوبة أو الأسئلة التي طرحتموها علي. يعني هذا التدخل هذا يعني ما هوش يعني تدخل رسمي أو حوار رسمي أو، ولكن يعني حبيت نوجه يعني كلمة لأبناء وطني الغالي، يعني خاصة محبي الكرة الجزائرية والفريق الوطني، واللي يعني هذه الأيام كلهم قلقين يعني على قضية الملف الموجود على مستوى الفيفا. يعني حبيت نقول لهم يعني بكل صراحة، سواء الاتحادية الجزائرية لكرة قدم أو السلطات أو الدولة أو حتى يعني على مستوى رئاسة الجمهورية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية المجيد تبون، يعني والله كل يعني مؤسسات وأجهزة الدولة راهي قائمة بدور كبير كبير، وهذا نشهد له يعني كل صراحة. أنا نأكده لكم يعني أنا راني نتبع في هذه القضية يعني عن قرب، ونقدر نقول لكم يعني ما تسمعوش للشائعات وما تسمعوش يعني للناس هذو اللي أولوا في الأمور. الحاجة اللي نقدر نقول لكم يعني ونوعدكم بها، والله العظيم والله العظيم قسما بالله العلي العظيم، اللي يحقر الجزائر ولا اللي يدي حق الجزائر مازال مزادش، وانا بإذن الله بإذن الله بإذن الله مانيش راح نسكت شخصيا على هذه القضية، ونوعدكم بأنني يعني رانا بذلنا مجهود كبير، ولكن بربي إن شاء الله راح يعني نكملوا في المسيرة نتاعنا، والأمر ما هوش سهل، ولكن فيه بعض الأشياء اللي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني بفضل الله إن شاء الله رايح نوصل النتيجة بإذن الله بإذن الله، كما يقولوا بالعامية أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. ولكن حاجة اللي نطلبها منكم، خلاص ما لازم تهدأ الأمور وتهدأ يعني يعني هاد الشحنة هذه لازم نقصوا منها، خليوا يعني خليوا الثقة يعني والمعنيين بالأمر، يعني لما نقول المعنيين بالأمر من رئيس الجمهورية وهبط حتى الفيدرالية، يعني اللي قلتها لكم ونزيد نكررها مرة أخرى، والله العظيم فيه مجهودات كبيرة كبيرة كبيرة، لأن هذه القضية الآن أصبحت قضية مبدأ، أصبحت قضية كل جزائري وجزائرية، ولكن لازمنا نعالجوها بالهدوء، لازمنا نعالجوها بذكاء وثقتكم إن شاء الله، ودعاء كل أبناء الجزائر إن شاء الله إن شاء الله راح نوصل النتيجة إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. وزيد نعطيكم معلومة واحدة أخرى، اليوم على مستوى المنظمة اللي أنا نترأسها القضية ما بقاش قضية ملف جزائر كامرون، القضية أصبحت أكثر وأهم من هذا الملف. نأكد لكم هناك أشياء مهمة جدا اللي إن شاء الله رايحة تكون في صالح كرة القدم العالمية، والفاهم يفهم، ورايحة تكون في صالح الكرة الإفريقية وخاصة في صالح الكرة الجزائرية بإذن الله بإذن الله. يعني الشيء اللي عاشته وتعيش فيه الكرة الجزائرية منذ سنين والفريق الوطني، ويعني الظلم اللي تعيشه الجزائر
فيما يخص كرة القدم. إن شاء الله إن شاء الله بربي إن شاء الله هذا الظلم هذا راح يتنحى، ومع الجزائر الجديدة إن شاء الله راح يكون فيه وجوه جديدة، إطارات جديدة، كفاءات جديدة، اللي إن شاء الله رايحة يعني تخلق صورة جديدة للكرة الجزائرية والرياضات الجزائرية. ولهذا بنفس يعني الإرادة رايحين نمشي مع بعض باش نوصلوا النتيجة. ولكن مرة أخرى ربي يخليكم، ديروا ثقة في الدولة، ديروا ثقة في الرجال اللي راهي قاعدة تخدم في الخفاء، وبإذن الله نقول لكم إن شاء الله ربي ما يخيبناش. أغتنم هذه الفرصة باش نوجه نداء للأطراف اللي راهي يعني تشوش وتخلق في أشياء يعني عيب وعار، يعني عيب وعار. من المفروض في حالة مثل هذه احنا ولاد الجزائر نكونوا يعني كرجل واحد، كمرأة واحدة من أجل الجزائر، من يعني بالوحدة اللي إن شاء الله راح نوصل النتيجة. ولكن هذوك المشوشين اللي رامي أولوا في البلاطوات وفي يعني شيء غريب، ولكن نوكلوا عليهم ربي ونقول لهم يعني التاريخ هو اللي راح ينصفنا إن شاء الله، وبيناتنا التاريخ. أنا ما نهدرش يعني في الفراغ، ويعني وتنم هذه الفرصة باش نوضح واحد الأمر. نحن يعني أنا شخصيا ولا على مستوى منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد اللي قررت باش يعني تتدخل في هذه القضية بكل قوة وبكل إمكانية تاعها البشرية والمادية، احنا عازمين باش نروحوا إلى أبعد حد، لأن هناك فساد كبير داخل هذه الهيئات اللي تصير الكرة العالمية والإفريقية ولهذا يعني لازم الناس تعرف بأننا احنا على مستوى المنظمة ولا أنا شخصيا عمرنا ولا قلنا خلاص راح تعاد مقابلة ولا راح نفوز ولا، ولكن احنا وعدنا بشيء، الشيء هذا هو أننا رانا نجتهد ليل نهار باش نجيب الأدلة ونجيب الأشياء الملموسة اللي رايحة تسمح لكرة القدم العالمية وليس كرة القدم الإفريقية ولا الجزائرية فقط باش يعني تخرج من الأزمة اللي راهي عشتها منذ سنين. هذا يعني وش حبيت نقول لكم، يعني لهذا السبب قبلت يعني إصرار قناة الوطنية باش يعني نلقي كلمة، وأغتنم هذه الفرصة باش نقول للشعب الجزائري وللأمة العربية والإسلامية خاصة رمضان مبارك وعيد سعيد إن شاء الله كل عام، والجزائر والأمة الإسلامية كلها بخير، وإلى الملتقى إن شاء الله. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.